وينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أهلا بك معنا. ما الدلالة المباشرة في رأيك لهذه الزيارة لفخامة الرئيس السيسي ومثيلتها بشكل عام؟ والله كل سنة وانت طيب، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. أنا عايز بس أقول إن الزيارة بتؤكد حرص السيد الرئيس على متابعة سير العمل والاهتمام به في كل قطاعات الدولة، مش قطاع الشرطة فقط لا غير. يعني شفنا من في الأسبوع الماضي زيارته لحي الإسمرات والزيارات المتنوعة لسيادة الرئيس في كافة المحافظات لمتابعة العمل في كافة المجالات التنموية، وده كله في إطار حرص سيادته على متابعة الأداء الحكومي ووضع دايما المؤسسات الحكومية في موضع اليقظة وموضع الاستعداد الدائم للقيام بالمهام الموكلة إليهم. دي حاجة. الحاجة الثانية إن زيارة السيد الرئيس لقسم شرطة أول مدينة نصر بيؤكد إن الرئيس السيسي بيدعم هذا القطاع المهم في الوطن اللي هو قطاع الشرطة وزارة الداخلية، لأن الناس دي بتقوم بمهام جسيمة جدا في كافة المجالات. الشرطة المصرية عليها يعني هموم كثيرة لحماية الأمن الداخلي وحماية الاستقرار الداخلي في كافة المجالات، في كافة المجالات المتنوعة، بداية من الحرب على الجريمة في كافة أشكالها، سواء كانت في مجال السياحة والتهرب الضريبي وتنفيذ الأحكام وكافة المجالات بتقع على المسؤولية على جهاز الشرطة. فحرص الرئيس على زيارة الاسم معناها إشارة إن رأس الدولة بنفسه بيطمئن على سير العمل داخل هذه المؤسسات المهمة جدا والتي يتحقق معها العدالة والتي يتحقق معها الاستقرار الداخلي الذي يطمئن المواطن المصري بصفة دائمة أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، وأن الدولة المصرية عازمة على تطهير الوطن من كافة الجرائم وكافة الأعمال البربرية اللي ممكن تأثر بالسلب على القطاعات التنموية والقطاعات الاقتصادية أو تؤثر على حياة المواطنين، لأن الشرطة كمان بتقوم بدور ردع ومطاردة ومراقبة ما يترتب على ارتفاع الأسعار وغش السلع وخلافه. ده كله قائم على عاتق وزارة الداخلية. فدي إشارة من السيد الرئيس وبرهان على أنه مهتم جدا بالعمل الأمني، وأن يعلم سيادة الرئيس أن الأمن هو أساس التنمية، أساس البناء والتشييد. دون الأمن لا وطن، لأن الأمن هو حتى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كمان في آيات أخرى في القرآن الكريم لما دعوة سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. إذن الأمن يسبق كل شيء. لولا عودة الأمن ما كان الاستقرار السياسي، ما كان الاستقرار السياسي وما كان الأمن أساس كل شيء. أستاذ طارق، الأمن هو الأصل في العملية والأصل في المعادلة. فبالتالي هو السيد الرئيس بيدي دلالة على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم هذا القطاع المهم وزارة الداخلية من خلال الالتقاء بالضباط
الجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم والاستماع إلى كل ما يدور داخل هذا القطاع المهم، لدرجة أن السيد الرئيس سأل أحد الضباط وسأله عن يعني هو في بداية تخرجه بيشعر بإيه، فالرجل قال له إحنا كلنا فداء للوطن ونحن مستعدين على أتم الاستعداد وعلى هبة الاستعداد للتضحية من أجل الوطن. وسأل إحدى الضابطات وقالت له بنشكر معاليك يا فندم على زيارتك، وإن إحنا وأنا كسيدة مصرية أو فتاة مصرية بشكر سعادتك على إن أنت فتحت المجال لطالبات كليات الحقوق إن هم ينضموا إلى جهاز الشرطة ويؤدوا دور مهم يعني. طبعا دي دلالة على حرص الدولة المصرية على متابعة كافة المؤسسات، وإن الدولة المصرية بتسير في اتجاه تصحيح الأوضاع، وإن لابد من اليقظة المستمرة ولابد من الاستمرار في العطاء والبناء والتضحية. ولدرجة كمان راح السيد الرئيس إلى نقطة مهمة جدا يمكن ما أعتقد أن كله لاحظها، أنه سأل الضباط عن أحوالهم الصحية وطلب منهم ممارسة الرياضة عن طريق من خلال العمل من خلال السير داخل الاسم وتتبع حالة العمل عن طريق المشي، واعتبار ده نوع من أنواع الرياضات. كمان السيد الرئيس كده حريص كمان على حياة الضباط وعلى صحتهم وعلى أدائهم، وبالتالي دي إشارة مهمة جدا أن الدولة المصرية تهتم بأفراد الشرطة وتهتم بالأفراد وتهتم كمان لأن الاستقرار الأمني مؤداة استقرار الوطن والاستمرار في كافة تطوير مناحي المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، على اعتبار أن الأمن هو الأساس في البناء والأمن هو الأساس في التطوير. دون الأمن لن يكون هناك أي من الإصلاحات. وطبعا دي إشارة وكمان توجيه من السيد الرئيس بضرورة الدفع في اتجاه المتابعة والرقابة المستمرة على هذه المؤسسات لتطوير الأداء فيها ورفع مستوى الأداء وكفاءة الضباط وكفاءة الجنود والاهتمام بصغار الأمور داخل أقسام الشرطة بما يضمن أدائهم الجيد لعملهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم، وهي مهام جسيمة جدا في مراقبة كافة أنواع الجريمة ومطاردتها بكل قوة وبكل بكل ثقة وأداء مميز يعني. تمام أستاذ طارق. أستاذ طارق، كيف ترى حرص الرئيس على تناول وجبة الإفطار في لمحة رقيقة منه وكأنهم أسرة واحدة؟ كيف ترى هذه اللمحة الرقيقة من فخامة الرئيس؟ طبعا السيد الرئيس هو رب الأسرة المصرية، وأنه يتواجد مع ضباط الشرطة في آن ويتواجد مع المواطنين العاديين في الأصمرات، ده دليل على أنه مفيش حواجز بين السيد الرئيس وبين شعبه، وأنه يعلم كل العلم بأنه هو الراعي وهو رب الأسرة المصرية، وبيزيل الرواسب وبيرد على الشائعات المغرضة للقنوات المأجورة اللي في الخارج اللي بين الحين والآخر بتحاول أنه تشوه الصورة المصرية بأي شكل أو آخر. ده يبين اللحمة المصرية وأن الشعب جنبا إلى جنب مع السيد الرئيس، وأن لا وسيط بين سيادة الرئيس وبين المواطن المصري العادي، وأن السيد الرئيس بيتواجد مع
المواطنين في كافة الأمور وفي كافة الارتباطات اللي موجودة ما بين القائد وبين شعبه. السيد الرئيس بيدي النموذج العملي لرئيس جمهورية بمعنى الإنسان المحترم الجدير بأنه يقوم في هذا الموقع. دي أخلاق الكبار، أخلاق الأنبياء، لأن سيدنا عمر بن الخطاب كنت لسه هكلم حضرتك. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيتحسس الرعاية وبيشوفهم وبينزل لهم بالظبط نفس السلوك، وكان بيروح لهم بدون وسيط، لدرجة أن سيدنا عمر يمكن نتذكر جميعا لما واحدة بتشكي عمر لعمر نفسه، شال على كتفه جوال الدقيق ووداه لها، وعرفت في النهاية أن ده عمر. برضو سيادة الرئيس هنا في مصر بيقوم بدور كبير جدا بالالتحام بالمواطنين والارتباط بهم والسماع إلى شكواهم، وما فيش شكوى اتقالت لسيادة الرئيس أو في أمر من أمور المواطنين المصريين إلا بيكون حريص عليها جدا، وبيكون قوي جدا في إصدار قراراته اللي بتزيل العوائق وتزيل الرسوب والأمور الضبابية التي من الممكن أن تجعل هناك حاجز أو دخان بين المواطن وبين قائد الدولة. هي دي أخلاق النبلاء. سيادة الرئيس بيدي المثل الرائع في القيادة، ده القائد الحقيقي اللي يتواجد ما بين شعبه بدون خوف بدون قلق. سيادة الرئيس قوي جدا، قوي بشعبه، قوي بأخلاقه، قوي بأدائه. ومش عايزين نقول حاجات تانية مهمة جدا. لو احنا بصينا للوطن وسياسته الجديدة تلاقي انفتاح على الأحزاب السياسية، انفتاح على مجالات التنمية الشاملة في كافة المجالات. شوف حجم البنية التحتية اللي اتعملت من الطرق والكباري والطاقة والزراعة الأراضي والاستكشافات البترولية وحياة كريمة والصحة والتعليم وكافة المجالات. سيادة الرئيس شغال بمستوى أفقي ومميز جدا وبقوة غير عادية. سيذكر التاريخ بأن الرئيس السيسي حقق ما لم يحققه غيره، تحمل المسؤولية في وقت صعب جدا، كما لو كان الأمر أكثر ضراوة من حرب 73، لأن إحنا كنا في 73 عارفين أن العدو بتاعنا عدو معروف وكنا مستعدين ليه وكنا بنتدرب. لكن سيادة الرئيس جه في وقت مهم جدا في تاريخ مصر، في تاريخ مصر، وهو أن العدو اللي عندنا كان عايش في وسطينا وكان ما كناش عارفين أبعاده فين. الرئيس طرده بكل قوة، والحمد لله ده يظهر جليا بكل قوة وبكل حكمة، بكل قوة وبكل حكمة وبكل جسارة. وزي ما بنقول كده ده راجل يعني على قدر كبير من الفكر والثقافة اللي تؤهله إن هو فعلا يقود الوطن من مرحلة إلى مرحلة أخرى. شوفي حضرتك الأمن وزيارته المفاجأة دي اربطيها بالدور الشرطي للقضاء على الإرهاب في سيناء، إشارة إن ما بينساش أبنائه، إنه ما بينساش الشهداء، إنه داعم دايما لجهاز الشرطة. ونشأه الحمد لله وبفضل من الله سبحانه وتعالى قدرنا نتخلص على الإرهاب. وشوفي ما أنا كراجل متابع للأمور ديت وكصحفي أصلا قضائي واشتغلت في الحوادث كتير، أنا شايف حتى من المعلومات والبيانات اللي بتطلع من وزارة الداخلية كم حجم الجهد اللي بتبذله قطاعات الشرطة وكم القضايا الكبير جدا في كافة المجالات، سواء كانت تموينية أو التهرب الضريبي أو حيازة السلاح والمخدرات، وكمان السلوكيات المتعلقة بممارسات الجريمة العادية في بعض الأوساط. الشرطة بتتحمل على عاتقها
كل هذه المهام وكل هذه الأمور بجسارة. تحية جلية لكل ضباط الشرطة. شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحترم، حط 100 خط بقى تحت المحترم، اللي بيزيل كل العواقب والخلافات ويمضي بقوة وبرصانة وبحكمة لتحقيق النجاحات وإنقاذ الدولة المصرية رغم كل الصعوبات اللي احنا واجهناها بداية لأزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وخلافه، إلا أن رغم المشاكل دي كلها أن مصر بتحقق في مجالات التنمية بقوة، ورغم ذلك بيدور على الحلول وبيدور على كيفية المضي قدما لتحقيق الأهداف المنشودة. حتى كمان من الناحية السياسية دعا سيادة الرئيس لحوار وطني، معناها الأحزاب السياسية اللي احنا جزء منها وحزب الأحرار الاشتراكيين وكل الأحزاب كلها ترفع القبعة للرئيس لأنه اداها قبلة الحياة مرة أخرى لتشارك في المهام السياسية ولتصبح لها دور فعال في تنوير المجتمع والمضي قدما مع الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في كافة المجالات، خاصة ان احنا في اجواء عالمية ومتغيرات عالمية تستدعي وحدة الصف ووحدة الفكر ووحدة العقيدة، كمان العقيدة الوطنية، اقصدها لنا العقيدة الوطنية، ان احنا لازم نكون على قدر من المسؤولية مع الدولة المصرية للمضي قدما نحو تحقيق كافة الأهداف. شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لحكمته في الأداء المتميز والبارع لتحقيق أهداف الدولة المصرية وعادتها إلى قوتها وإلى منطقة الريادة، على اعتبار أن مصر العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي، وهي خط التماس للاستقرار الدولي بإذن الله سبحانه. أستاذ طارق، فعلا كلنا نرفع القبعة لفخامة الرئيس وكلنا على قلب رجل واحد. بشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين.